للبرنامج وتداخلك معنا. واسألك مباشرة، نتكلم مع حمد الصنيع، واحد من الأسماء يعني الضليعة في موضوع القوانين والتعامل مع الاتحاد السعودي. اليوم تشوف أنت أن التغريدة، يعني أنت تصححنا، إحنا مستغربين من التغريبة، من التغريدة، تشوف استغرابنا هذا صحيح أو غير منطقي؟ أول شيء مسي عليك ومسي على كل ضيوفك الكرام ومسي على كل المشاهدين والمشاهدات بكل خير، وبارك لكم البرنامج هذا، وإن شاء الله تكون بداية جيدة لعودة القناة الرياضية السعودية بالشيء اللي إحنا دائما نتمناه ونحبه لها القناة هذه اللي عشنا معها أيام حلوة وإن شاء الله نعيش معها أيام بإذن الله، وإن شاء الله يكون في البرامج هذه اللي تدي الطرح المتوازن الهادف اللي بيبحث دائما وأبدا عن إيصال الحقيقة للجماهير الرياضية بعيدا عن التعصب والتشنج اللي بعض أحيان بعض البرامج أثرت كثير على رياضتنا فيه. ممتاز. خليني أدخل لك بشكل مباشر بالنسبة للسؤال اللي أنت سألته. أول حاجة إحنا وجهنا خطاب حسب توجيه السعادة الرئيس مهندس لؤي ناظر إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب الاجتماع مع رئيس لجنة التحكيم. طبعا يمكن الأخ البعض اللي بيقول أنه شيء قانوني أو غير قانوني أو استغرب التصرف هذا، أنا أعتقد الاستغراب الأكثر كان الشيء اللي حصل في مباراة الرائد، لما تكون في لقطة واضحة جدا أن هي ضربة جزاء ولا يطالب حكم الفار بعودة الحكم لها اللقطة هذه. ممتاز، ممكن نعديها، لكن لقطتين يعني نقول تجاوز، لكن لما تصير ثلاث لقطات وكل واحدة أوضح من الثانية، أنا أعتقد حجم الاستغراب يتعدى أنه إحنا نسكت عليه أو نصمت عليه، ولازم أنه نحن نتحرك. إحنا طبعا طلبنا أول حاجة أنه يكون كل حكام مباراة نادي الاتحاد الفترة القادمة يكون حكام الأجانب عشان ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا. أوكي. الشيء الثاني، الطلب هذا أنا ما أعرف اللي بيقول مش قانوني إيش المادة اللي استند عليها. أنا أتمنى أن الأخوان يرجعوا للنظام الأساسي في اتحاد كرة القدم. طب حمد عشان ما نروح من نقطة لنقطة، بما أني سألتك مباشرة، أبو حنين يقول لا، مساك الله بالخير أبو حنين. أهلا وسهلا. أهلا أبو حنين، بغض النظر عن اللوائح، ما في